السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم برياض. أثناء الفحص برضو وإصلاح بعض المشاكل تم مسح العطال، ولكن لما مسحنا العطال طلع عندنا فيه حساس الكرسي الأيمن حق الراكب مفصول أو طلع فيه أكود. لما جينا بحثنا طلع أنه المشكلة في فصل الفياش، فتواصلنا مع صاحب الرجال او صاحب السياره، فقال لنا انه سبق انه فك المرتبه عشان له التنجيد الارضي. شوفوا الان وش صار معنا الان. طبعا بعد الفحص وجدنا طبعا فيه كابلين او فيشين، فيش رئيسي وفيش الثاني اللي هو حق الحساس الكرسي او حق الارباك. فاتضح انه مقطوع قطع، وسبق انه حط له دايود اللي هو محول، انه هذه في حاله لما يكون في انفجار للارباك الجانبي، وانا لا اعلم هل السياره فيها ارباك جانبي ام لا، لان هذه موديل 2012 واعتقد ما الارباك الجانبي جاء في موديلات ال 14 او 13. طبعا لا اعلم في المرتبه فيها ارباك ام لا، لكن هنا عندنا فوق فيها ارباك والديكور مفكوك، ما ادري ايش المشكله صراحه يعني. لا انا احنا بنشوف وراح نوصل الحساسات وبنشوف، اذا وصلنا السلاك الان وحساسات راح نفحص ونشوف اذا كان الارباك فعلا هو منفجر ام لا. طبعا عندنا في شهاده اللي هي مقطوعه، راح الان نفك الكليبس الابيض هذا ونطلع السنون حق الاسلاك او الافياش، وراح نسوي لها ضفيره جديده ونركبها بشكل افضل باذن الله. راح نطلع برضه الغطاء الوردي هذا القفله، ولاحظ الغطاء هذا غطاء الراس الفيشه، وهذا غطاء القفله حق تثبيت الفياش من الخلف، وهذا الان عندنا الكيبل. الان راح نحرر الاسلاك من هنا ونطلعها برا الافياش، راح نحرر الافياش من هنا ونطلعها برا بالكامل. فالان طلعنا هذه الافياش الكابل، راح الان نسوي لها توصيله ونثبتها وان شاء الله نربطها بتربيط بشكل كامل ونروح نركبها باذن الله. هذا الان الاسلاك شبكناهم صح ووثقناهم صح، شدينا عليهم صح وحطينا عليهم التيب هذا او اللصقات، والان راح نركبها في مجراهم باذن الله. هذا الان ركبناهم، طلعنا منهم خطين، هذا الفيش الان رجعناها وكاله سلاكها فوصها طورنا التوصيلات، راح نركب وبعد ما نركبها حنفحص. شبكناها بطريقة ما، راح نفحص الكمبيوتر الآن ونشوف. طبعا لما شبكناها تشبكة الوكالة وخطوط الوكالة، طبعا أنا مجرح الآن بس عشان تجربة، شبكناها تجربة الوكالة أو خطوط الوكالة. شوف الآن لمبة الإرباك ظاهرة، وظهر معنا في الفحص إنه الإرباك الجانبي اللي هنا منفجر. طب لاحظوا اول ما اشبك المقاومه الان راح يختفي، صحيح انه يختفي عندك اللمبه، لكن للاسف يبقى عندك كود الارباك او حساس الارباك مفصول. راح الان اشبك الدايود، طبعا الدايود يسوي عمليه انه يسمح بدخول كهرباء ولا يسمح بالرجوع، فعشان كذا دائما يشبكون الدايود هذا عشان يعطي خط على انه اساس يعني الكهرباء موجوده حق نظام معين، فهم الان حاطين الدايود هذا عشان على اساس انه الارباك موجود، ولكن يبقى الكمبيوتر الامريكي يفحص ويطلع لك الاكواد بالملي. فهو صحيح اختفى عندنا هنا، لاحظوا اختفى عندنا هنا لمبه الارباك، اختفت لمبه الارباك، ولكن يبقى عندنا الحساس كرسي السائق مفصول، عشان كذا ممكن وضعوها لاخفاء اللمبه، ولكن يبقى العطل موجود والخلل موجود. بعد البحث والتحري والتعب اللي تعبناه في الفحص، اتضح ان السيارة كان فيها ضربة، وصاحب السيارة اللي اخذها كان عند العلم انه من صاحب السيارة كان فيها ضربة من جهة اليمين وفك الارباك، بس للاسف يعني بعض المعلومات ما طلعت صح. انا طبعا ماذا قلت، فالمفحص الكمبيوتر طلع عنده حساس الكرسي مفصول، فلما جينا فحصنا لقينا الاسلاك متقطعه وحط لها نظام دايد، والدايد هذا ما يوضع اللي في الارباك اذا كان منفجر. لما فصلنا الدايد وشبكنا الضفيره صح زي الوكاله، اتضح ان الارباك منفجر. لما تواصلت مع الرجال فعلا اعترف انه
مشتري السيارة وعلى أنه في الرباق الأيمن الجانبي مفصول. حبيت أعطي المعلومة هذه للعلم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.